صباح الخير من جديد، تحياتنا لكل المشاهدين اللي بيتابعونا ولا زالوا بيتابعونا ببرنامج يوم جديد اللي اليوم استثنائيا ممكن يكون اقل بنص ساعه لانه حيكون في استوديو مفتوح وحديث حول موضوع انتخاب الانتخابات الداخليه لمجالس المحافظات لانتقاء رؤساء لهذه المجالس او لانتخاب رؤساء لهذه المجالس. على أي حال فقراتنا إحنا مستمرة حتى 9:30، وهذه الفقرة رح نحكي فيها عن الورد. من أجمل الأشياء اللي ممكن الواحد إنه أولاً ينظر إليها أو يشتم رائحتها أو يهديها حتى هو أكيد الورد، ما في خلاف على ذلك. ولكن يعني كل فترة وفترة بصير في يعني موضات، بصير في تنسيقات جديدة، بصير في أسماء جديدة، بصير في أنواع زهور أول مرة بنتعرف عليها، بصير حتى في أسعار جديدة. هذا العالم اليوم رح نتعرف عليه من خلال منسق الزهور مصطفى مشعل اللي هو موجود معنا هذا الصباح. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا مصطفى. أهلا، الله يسعدك مصطفى. واضح أنك أنت يعني شاب صغير مقتبل العمر، يعني ما بعرف هاي الهواية تعلمتها عن حدا، تعلمتها لحالك، كان والدك يشتغل فيها، يعني عرفنا عن العالم هذا كيف دخلت. لا هي بداية هواية، هواية ثانيا الواحد يعني حب الشغلة هاي، فإحنا تعلمناها من الصغر يعني، عرفتي كيف؟ ثانيا تعلمناها على الأستاذ المرسخ الكبير موفق المصري، يعني هو البداية اللي تعلمنا عنده وأسسنا عليها في معلم يعني بالضبط. موفق المصري أسسنا على هاي الصنعة وأسسنا كيف نشتغلها بالضبط، حكى لنا كيف نأسسها، كيف نشتغلها، كيف نتعامل فيها، كيف يعني أكثر من طريقة في اللي نتعامل مع الورد بالفعل. بس أنتوا أظن كشباب صغار هلأ بتستفيدوا مثلا من الإنترنت، بتستفيدوا أكثر من اليوتيوب، من هاي مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه في عالم واسع من هال. هلأ في مرات نصادف أنه إحنا بنطلع للنت ناخذ أفكار جديدة غير الأشكال المعتادة اللي إحنا بنشتغل عليها بالضبط. بس في مرات لما أنت تحب الشغلة بتوهب، تتفنن فيها، بيطلع معك شكل لحاله، عندك إبداعك الخاص، فأنت بتصير تحب الشغل وتبدع بالفن، تبدع بالتنسيق، بتبدع بالأشكال أكثر من أنك أنت تتعلم من النت. مصطفى في عندي سؤال، أنا دائما بحس أنه اللي بنسق الورد بيشبه الفنان التشكيلي، يعني اللي برسم لوحة، إحنا ورانا لوحات زهور مثلا، وبحس أنه كل واحد له بصمته الخاصة، يعني شغل مصطفى بيختلف عن شغل حدا ثاني. يعني أكيد. شو الإشي اللي بيميز مصطفى مثلا لما يقولوا لك أنت تنسيقات مصطفى، يعني شو بتحس أنهم بوصفوها بطريقة إيش؟ هلا هي بتعتمد بالشكل، بالحجم، بالترتيب. هلا مثلا انا كمنسق مصطفى بمسك السله بشتغل فيها بعالي واطي اوطى هاي تمتاز بالمنسق مصطفى، معروف هاي لمصطفى بالضبط. بيجي تدرج يعني بالضبط تدرجي. بيجي منسق ثاني بيعملها بطريقه ثانيه اللي هي بتيجي دويره نص دائره، هاي بمتاز فيها بالضبط، ممتاز فيها منسق ثاني ممتاز. بيجي منسق ثالث بيجي فيها حجم ادرج وادرج اكثر واكثر، عرفتي كيف؟ هاي كل واحد بياخذ صفه منسق فيها. طيب احنا بدنا نشوف الانت كيف بتنسق لنا تنسيقه. وانا قبل ما تبلش هلا دارج الاش اظني هذا اللي هو هلا دارج في اكثر من موضه، دارج اللي هي الاش زي هيك، في دارج ازاز بتعطي هيك هلا اكثر شيء دارج هو الاش بالضبط، وبزبط لاكثر من شيء اللي هو هذا الاش بالضبط تماما. هلا في كمان زي هيك بيجي ازاز، في خشب، في اكثر من شيء، في سيراميك يعني، في شيء مذهب، في شيء معرق، وفي شيء كذا، اكيد طبعا. في بيجي اسماء المحل عليه، شيء اسماء المولود. انا الخشب بحس راحت موضته، الخشب هدول زي الصناديق يعني. هلا في صناديق، في براويز، صار عندك في اشكال درج، يعني صار اكثر من نوع الخشب، صار حتى بالخشب يتفننوا كمان، صار خشب عن طريق الليزر ينقص. يعني صار تطور يعني الخشب، بطل لساته الخشب له موضته وموضته شغاله. بتتذكر زمان بالثمانينات انت يعني كنت بجوز لساتك صغير، بس كان في يحطوا التنسيقات داخل شيء بلاستيك شفاف، يعني هيك يكون باكيت بلاستيك شفاف. المحل اللي انا فيه حاليا عم بيرجع هاي الموضه؟ لا، من العام 1994، يعني من اقدم المحلات في البلد، عرفتي كيف؟ هو فبجوز في صور قديمه لهيك شغلات. له اكيد له صور، وعندنا مجلدات، وعندنا كثير شغلات صور من ريت مرتبه من المحل طبعا اكيد. شو كانت تنسيقات الثمانينات بسيطه كمان وهيك، وهي عم ترجع كثير. هلا كل سنه لها موضتها يعني، انت بتعرفي السنه هاي اللي قبلها كانت مختصه بالشوكولاته، اذا انت واجهتي هذا هاي اللي بحطوا معها. نعم السنه هاي بتمتاز بالورد فقط لحاله، السنه هاي السنه اللي بعدها بتيجي افكار بعد اكثر، يعني طبعاً. كل سنه لها موضه. يعني السنه خلصت موضه الشوكولاته جوا ما زالت، بس اخف من السنه اخف لانه كثير درجت السنه الماضيه بالضبط اكيد، وصاروا كثير يبالغوا فيها، يعني صارت شويه هيك صارت صار الكل يعرف انه الشوكولاته شيء عادي، يعني مش بالضبط. هلا بدهم افكار جديده، هلا صار الكل يدور طموح وافكار جديده اكثر باساس انه يتقدم للافضل. احنا هون عندنا مجموعه من الورود اللي جايبها مصطفى. هاي قلت لي اسمها كازابلانكا. كازابلانكا نعم. يعني معقول هي
جاي من كازابلانكا؟ لا هلا هاي اسمها كازابلانكا، هاي منتج هولندي. منتج هولندي، نعم. كله هولندي على فكرة ما شاء الله عليهم. في إنتاج أردني احنا وفي إنتاج هولندي. هلا الهولندي الأكثر شيء بننتج احنا خارج البلد الأردن في فصل الشتاء. بس في فصل الشتاء؟ نعم بصير فصل استوراد أكثر عندنا من الصيف، لأن الصيف كله إنتاج محلي عندنا، إنتاج أردني بيكون. طب ممتاز ممتاز. رح نحكي بالموضوع وخلال ما أنت عم تورجينا كيف بدك تشتغل. هلا أنا بداية بدي أبلش زي ما حكيت لك استمر. يلا بينا. بالتدريجي. بالكازابلانكا بالضبط، هاي هي وردة الكازابلانكا. تاخذ العائله على فكره كثير حلوه. طبعا احنا بنقصها دائما بالميل على اساس انه لما تنغز بالاسفنجه تشرب المي. هاي نصيحه للكل يعني اذا بدكم الورده يطول عمرها قصوها بالميل. بالضبط بالميل. وبسوى كل واحد يكون عنده مقص هيك بيشبه هذا ببيته. لازم والله حلو، حتى هو بزبط للشجر بزبط لكل شيء يعني، لانه بنيجي نقص بالمقص العادي بنشرشح الورده بصراحه وبنموتها. لا لا هي لازم تنقص بالميل باساس انها تشرب مي براحتها كامله. تمام. هلا هاي بتتسمى الروزز المعروفه عندنا. يا الله شو لونها حلو. اكيد هذا اللون يعني البنك الفاتح. احنا بنقول اللون الاحمر هو لون الورد، وانا بفضل اللون الورد الاحمر، بس هذا كثير هادي. هلا هذا اللون اللي يبعث على السلام. بالضبط كثير حلو. زهري على زهر على نهدي صغير. هلا دائما تعتاد التنسيقات انه لازم تكون درجه اللون يا لون يا لونين فقط. نعم يعني اكثر من لون او لونين فقط. اها بجننوا. هلا صار في الوان كثير للوردات، حتى الوان غريبه يعني كانه عم بيصنعوها تصنيع، يعني هي بتكون طبيعيه طبعا، بس مثلا لونها نيلي لونها نهدي. تمام. هلا طالع الورده اللي اسمها الورده الاسطوريه، هاي المعروف عنها بتعيش 4 سنين وهي طبيعية. شو لونها؟ هلا هاي صار يجي منها اللون الريمبو اللي بيجي بيختص أكثر من لون مع بعض. ما أحلاهم. تيجي ما يقارب 7 أو 8 ألوان مع بعض. كثير حلوة. هاي طبيعية على فكرة، مش إنها بلاستيك. لا لا طبيعية. وبتعيش 4 سنين؟ نعم بتعيش 4 سنين. ما أحلاها. في منها زريعة وفي منها وردة مقصوصة. لا لا هاي بس فقط وردة مقصوصة. وهي بتيجي بتمتاز بالوردة. أحلاها. سموها لأنها بتعيش 4 سنين سموها الوردة الأسطورية. الوردة الأسطورية. نعم. يا سلام. كل شيء عم بتطور هذا العالم كثير يعني، وبقول لك انا عم بشوف روزز يعني ورود مش بس حمراء. اكيد هلا اكثر كل الالوان موجوده يعني، مش عارف شو بدي اقول لك يعني، في الوان غريبه جدا. الزهر والدرجات واحمر وابيض وأورنج واصفر، اكثر من لون صار. في شيء ازرق كمان. بالضبط صار ازرق صار اسود عندنا، حتى يعني صار الزبون لما يطلب اي لون احنا ما نقصر. موجود هذا كله من سوق هولندا. هلا كله من سوق هولندا. هلا حاليا صار عندنا انتاج اردني من جديد، صار عندنا انتاج اردني من هاي الالوان. حلو طبعا. حلو هذا كثير. احنا طبعا بندخل خضرات بيعطيك جمال بالورد معنا. عرفتي كيف؟ ما احلاها هاي التدرجات فعلا. اذا مصطفى انت بتمتاز بهذا الشيء فانت فنان جميل. تسلميك. هلا بدنا نبلش ندرج بالتنسيقه بطريقه معينه. بالضبط. في مدارس هو عموما لتنسيق الورد يا مصطفى يعني، في الياباني في دراسات. نعم اكيد في دراسه. هاي تنسيقه على اي مدرسه؟ لا هاي مش مدرسه مصطفى، هاي هي مدرسه مصطفى. طيب لساته دارج الياباني هذا يكون في عرق هيك طويل طالع وبعدين ببلش الاشياء صغيره هيك بجنبه. لا ما مش دارج. مش دارج لا هذا بتحكي عنه زمان بس كثير. باليابان زمان كثير. حلوين كثير. هلا يعني بتناسب موضوع كلنا صرنا نعرف انه قديش في زهور بالتنسيق قديش سعرها بصير اغلى. بالضبط. ولا هلا شوف الزهور صار يعني من الاسعار المتوسطه او الاسعار القليله مش جدا غالية. بالضبط. مش غاليه. الورد زي ما معروف هو اجمل ما خلقه الله سبحانه بالفعل وتعالى. والله فصار هو يعني هديه للكل، اجمل هديه الواحد ياخذها بفرح القلب يعني، انت زي ما انت عارف والله عن جد. وصار سعره متوسط للطبقه هديه رقيقه بعدين الطبقه الوسطى فيها الطبقه المشاعر يعني. اكيد الطبقه الفقيره الطبقه العليا صار الكل يتمكن انه يشتري ورد. بالفعل. عرفت كيف؟ وهو حاليا اكثر شيء بيسعد الانسان كهديه الورد. صح. وانتم بتراعوا يعني. أكيد انا انه قبل فتره استضفت كمان منسق زهور بقول له بيجي عندكم هدول الزباين اللي بيقولوا لكم بدنا تنسيق ب5 دنانير. هلا اكيد احنا بالضبط. وهذا دائما انتم بتراعوا انه انا بدي يعني فلان ما بقدر يدفع اكثر من 10 دنانير 15 دينار. احنا الفكره انه ندخل السعاده لقلب الانسان ان لم في حال. بعرف والله انتم بياعين الزهور الصيفيين. احنا لازم نكون يعني هو داخل بتزيدوا لهم حتى وردات زياده. اكيد يعني هو لما يكون داخل عندنا على المحل يكون ناوي انه يسعد انسان، فاحنا بنسعده كمان بالسعر. مزبوط. بالمعامله بعدين شوف يعني باستثناء المرض انتم ما بيجي عندكم غير الزباين اللي بتحتفل، فانتم دائما بتشوفوا الناس المبسوطين الفرحانين يعني، اللي بده يهدي خطيبته، اللي بده يهدي زوجته، اللي بده يهدي بعيد ميلاد، اللي بده يروح يبارك لحدا قايم بالسلامه لبيبي. فانتم بتشوفوا بس الحلوين يعني، الناس اللي مبسوطين.
ولا لا؟ هلا هو الورد صار لكل المناسبات، لكل المناسبات بس زي ما حكيتي انت، هو اكثر شيء صار للمناسبات الحلوه، للولاده، للتخرج حاليا بالزبط. يعني اكثر شيء صار هو للمناسبات، بس هلا حاليا من جديد صار الورد لكل المناسبات. يعني ويوميا للزياره، لافتتاح بيت جديد، افتتاح محل، صار مزبوط. الورد لجميع المناسبات، مزبوط. الكل ياخذ ورد معه. مزبوط. كمان درجت قبل فتره قصه انه يحطوا بلالين واشياء هيك طايره وهيك، هذول بعدهم برضو؟ طبعا ما زالت البلالات، بس اظني تنسيقه مثل هاي كثير هيك ناتشرال وبتحسها طبيعيه، حرام ينضاف عليها اي شيء ولا لا يا مصطفى؟ شو رايك؟ هلا اكيد الورد معروف انه هو الى اضافه مثلا كمولود اتس ا جيرل اللي هي المولود بنات، يعني بنضاف عليها بالضبط كاكسسوار هي فقط. وفي ناس ما بياخذوا الا فقط ورد لحاله، الا الوردات بالضبط، احلى شيء الوردات لحالهم. شو حلوين زي ما انت شايفه هيك التنسيقه بتكون خلصت معنا. شوف يعني لو بدنا نقلبها لعند الكاميرا لهون زي ما انت شايفين كيف محلاها، محلاها الالوان عن جد حلوين، من النهدي للزهري للاصفر، والاخضر كثير برضه واضح بتنسيقه، فيعني ما بدها شيء، فعلا ما بدها شيء، كثير حلوه. اكثر من هيك اظني خلص يعني. هلا ممكن اني نضاف هلا هيك تنسيقه هيك تمام، هلا ممكن يجي واحد زبون كزبون يحكي لك مثلا نضيف لي هون نضيف لي هون، انا بحكي له انا بنصحك انها تخليها هيك شكل، يعني هلا ممكن هاي بس تنشف تضلها من مكانها بشكلها التنسيقي. بتضل يعني ممكن انه كيف بدنا نحافظ عليها؟ صحيح مصطفى، هلا بنحافظ عليها، اجتنا هديه مثل هيك او اجى لاي ناس، كيف بدنا نحافظ عليها تعيش اطول وممكن نحتفظ فيها اذا بتنشفها او شيء مثلا؟ هلا اول شيء طبعا لازم تكوني انت عارفه انه كل يوم بدها مي وما بتتعرض لاشعه الشمس، تكون بجو بارد رطوبه، يعني كل يوم بدها مي سقي، كل يوم بنحط لها مي. نعم. انا مثلا ما بعرف هاي المعلومه، بفكر انه خلص تيجيك تنسيقه زي هيك، لا لازم تكون تتركها للطبيعه. لا لا اكيد، هلا الورده يعني هي شبه انسان بتنمو من طريق المي، تسقيها على الاسفنج اللي جوا. اكيد طبعا عادي. عندك الاسفنج، الاسفنج هاي الماده الرمليه هي بتشرب المي لحالها وبتعطي تطلع المي للزهره نفسها. اوكي تمام. هلا ممكن انها تنشف الورد وضل شكلها زي ما هي، بتحتفظ فيها نفس الشكل انت، يعني اذا تركناها بعد ما خلص عمرها بتنشف بالزبط. بطريقه حلوه يعني. نعم بكيد. في ناس بيضيفوا عليها سبراي شعر، السبراي ما بنضاف عليها، السبراي بنضاف فقط على الخضار عشان يعطيه لمعه، اما الباقي بقلل من زي ما هو، بقلل من عمر الورد السبراي. اوكي يعني السبراي بنضافه فقط على الخضار. اوكي. في ناس بيضيفوا حتى سكر ولا ملح هلا هاي السكر ما يعني ما مش مؤكد، مش علميه لا لا بالضبط، حكي فاضي يعني. لا. بجيب نمل على النبته حتى بجيب. بغض النظر انه بجيب نمل او لا، بس هو يعني فعليا ما له دخل بالروح الورده، بعمر الورده يعني. هذا شيء، هذا فن والله يا انتم عن جد، انا بحس انه انتم يعني من ضمن قوائم الفنانين المبدعين. وانت يا مصطفى شغلك مبين يعني، هي قدام المشاهدين قديش حلو وجميل ورائع. الورد فعلا زي ما انت قلت بنهدى بكل المناسبات وبكل وقت وبكل عصر طبعاً. أكيد. فعليكم بالورود يعني، وعند مصطفى اكيد رح تلاقوا كثير اشياء حلوه. شكرا مصطفى شحاده على وجودك معنا، ومباشره رح نروح لفن ثاني. النحات صالح النصرات رح يكون بهذا التقرير يورجينا كيف شغله بموضوع النحت تحديدا، وهو من ابناء البتراء وادي موسى. خلينا نشوف التقرير وبنرجع لكم.